السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة في برنامج اكسلر من خلاله بقدر أحدد الطالب دوت ناجح ولا راسب. طيب هدوس على أدخل نصا أو صيغة هنا، بعديها هدوس يساوي، وبعديها هدوس اي اف، وبعديها ايه أحدد الخلية واللي هي 60. تمام هوت، وكتبت انها تبقى ايه اكبر من 50، وبعديها احط علامة تنصيص. تمام وهكتب ناجح، وبعديها احط علامة تنصيص تاني. ثانية واحدة. تمام طيب اقوم جاي حطت علامة تنصيص، اقوم جاي كاتب راسب. ثانية واحدة معلش. راسب، واحط علامة ايه التنصيص، اقوم دايس صح. تمام جابلي ان احمد ناجح، اقوم جاي دايس تعبئة، واقوم جاي نازل بيها لغاية تحت كده. هو جابلي ان احمد ناجح ورودين ناجحة وروضة ناجحة، انما محمود ساقط عشان جايب 40 اللي هي اقل من 50، وريم برضو عشان جايبة 48 وهي اقل من 50. ويا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم الطالب احمد محمد محمد من مدرسة فيزا ويل للتعليم الاساسي.